هل دخلت البشرية مرحلة الانقراض السادس؟ قارة عملاقة بدأت تتشكل قبل وقتها. مشاريع البشرية تحولت مصائد لا نعلم متى تنطبق على أعناقنا. التحام القارات بدأ فعلا، والدليل يلخصه اقتراب أفريقيا من أوروبا وتوجه أستراليا إلى كوريا واليابان. قارة بانجيا ألتيما، الجحيم الذي سيعصف بالبشرية قبل أوانه، وسيناريو شبيه بنهاية الديناصورات في انتظارنا. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات. ليست نيوزيلاند قارة عملاقة بدأت في التشكل، والأخطر أنها ستكون جحيما يعصف بالبشرية. وعلى ما يبدو أن الخبراء قد فاجأهم الاكتشاف في الوقت الذي كانوا فيه منشغلين بحل كوارث المناخ التي هبت عليهم من كل حدب وصوب. بانجيا ألتيما، القارة الضخمة التي تنذر بتقلبات مرعبة، منها التي تنذر بيئة لا غذاء فيها وحرارة لن يتحملها البشر. فهل سيكون مصيرنا انقراضا شبيها بانقراض الديناصورات؟ اهتز الوسط العلمي منذ أيام قليلة بنتائج دراسة جديدة، وبالاعتماد على نماذج حاسوبية دقيقة تمكن العلماء من جامعة بروستل البريطانية من أن يجمعوا المعطيات التي خلصت إلى هذه النتيجة. تكون بانجيا ألتيما سيكون نتيجة للتغيرات المناخية الكبيرة التي ستؤدي مع مرور الوقت إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات ستقضي تدريجيا على الثدييات والبشر. وليس ذلك بالغريب إذا ما أخذنا بعين الاعتبار طبيعة هذين العنصرين اللذين لم يتطورا للتأقلم مع هذه الدرجات القياسية للحرارة بسبب انعدام طرق التخلص من هذه الحرارة، لا من خلال العرق ولا عبر تبريد الأجسام. أما عن السبب الرئيسي لتكون بانجيا ألتيما، فيرجعه العلماء إلى اصطدام تدريجي لكتل الأرض على مستوى خط الاستواء. وشملت البحوث كذلك دراسة لاتجاهات الرياح، وتمت قراءة كيمياء المحيطات وحركة الصفائح التكتونية للخروج بنتائج مستويات ثاني أكسيد الكربون. والمغزى من كل ذلك هو إثبات الانفجارات البركانية التي ستكون بشكل منتظم ومتواصل وليس ككارثة استثنائية كما نراه الآن، وهو السبب الآخر لزيادة مستويات الانبعاثات الكربونية التي ستبلغ حينها ضعف المستوى الحالي. والصادم أن هذا الرقم وضع في حالة ما توقف حرق الإنسان للوقود الأحفوري. وإذا ما استمرت هذه العملية على نفس الوتيرة التي تسير بها الآن، فإن النتائج الكارثية سيكون تاريخ حدوثها أقرب بكثير من التي تم وضعها، وبالتالي زيادة الإشراق على مستوى الشمس وأيضا زيادة إطلاقها للطاقة، وهو ما وصف في الدراسة بالضربة الثلاثية للبشرية من وراء القارة الناشئة. تفاصيل أخرى جعلت من القائمين على الدراسة يقفون جامدين أمام نتائجها التي اعتبروها صورة قاتمة يصعب على العقل تقبلها. وحتى مع الشكوك التي ترافق التنبؤات الموجودة حاليا والمرتبطة بالمستقبل البعيد، ولكن لم يتمكنوا من إنكار حقيقة أنه لن يكون هناك سوى 8 إلى 16% من أراضي القارة الجديدة التي يمكن للثدييات والبشر العيش فيها. بهذه المعطيات يمكن القول أنه تأكدت نوعا ما نظرية دخول كوكبنا فيما يسمى بمرحلة الانقراض السادس، كما حصل في مرحلة الانقراض الخامس التي قضت على الديناصورات منذ 66 مليون سنة. والانقراض السادس قد يكون جزء منه هو اندماج القارات وتشكلها في قارة واحدة كبيرة، هي بانجيا ألتيما التي ستكون عبارة على كوكب غير صالح للحياة بعد فترة قدرت ب 250 مليون سنة. ولذلك لا بأس بأن نقول أنه ما زال أمامنا بعض الوقت لننقذ ما يجب إنقاذه ونسيطر على الانحباس الحراري، وبالتالي إيقاف آلة الزمن التي تحدد وجودنا. ومن جهة أخرى، تفادي سيناريو التحام القارات الذي كان قد حصل مثله قبل ملايين السنين من عصرنا هذا. التحام القارات. قبل أكثر من 251 سنة
كانت قارات الكوكب قد التحمت مع بعضها، وأدى ذلك على تكون قارة كبيرة سميت بانجياناسا. ويحدث ذلك بفعل الأنشطة البركانية المتزايدة، وبالتالي تقارب القارات السبع. وحصل هذا الأمر قبل عصر الديناصورات، ثم انقسمت هذه القارة مجددا إلى نصفين. سمي النصف الأول الجنوبي بغوندوانا، والنصف الثاني الشمالي بلوراسيا. وبالتالي فإن تشكل بانجيا ليس بالمرة الأولى الذي يتم طوال التاريخ الجيولوجي لكوكبنا، وإنما حصل في القدم ولعدة مرات انقسمت كالتالي: واحدة تعود إلى أكثر من 4 مليارات عام، والالتحام الآخر سمي بقارة نونا، وحصل ما بين 1.8 مليار و 1.3 مليار عام. وظهرت كذلك قارة برودينيا بنفس الطريقة ما بين 1.2 مليار و 750 مليون عام. وحسب الأبحاث الجيولوجية الأخيرة، فإنه وقع التخلي عن فكرة أن التحام القارات يقع كل 600 مليون عام، وإنما النسق بات أسرع من ذلك نتيجة تسارع الحرارة داخل الأرض وبداية تسربها خارجه بوتيرة متسارعة. ولو كنت ما زلت غير مقتنع بما تم ذكره، أو تعتقد أنه مجرد أبحاث جيولوجية، قد تتم على الواقع بعد أن نكون نحن قد رحلنا منه أصلا. فنقول لكم بأنه وفي هذه اللحظات تتحرك كل من كاليفورنيا وشرق آسيا نحو هاواي، بينما تتجه أمريكا الشمالية مبتعدة عن أوروبا. أما أستراليا فهي في طريقها لتلتحم مع كوريا واليابان. بقيت أفريقيا التي اتخذت الشمال وبالتالي أوروبا وجهتها. وبالرغم من أن معدل هذه الانزلاقات يقدر ببعض السنتيمترات على مدار السنة، فإنه دليل واضح على ما سبق ذكره. لم يبق لنا في هذه الدقائق الأخيرة إلا أن نقول بأن تغيرات كوكب الأرض كان يمكن اعتبارها أمرا طبيعيا خارجا عن سيطرتنا، ولكن عندما تتسارع وتيرة هذه الظواهر بسبب تدخلات بشرية جعلتنا نتحدث عن الانقراض السادس، فهنا يجب الوقوف قليلا وإلقاء نظرة عما صنعت أيدينا، ثم المضي من جديد في المسار المعاكس حتى ننقذ أنفسنا كما سبق وورطناها. وما زال الوقت أمامنا لنتفادى سيناريو الموت العظيم أو أضخم انقراض كما قد حصل قبل ملايين السنين. فقدت فيه الأرض 90% من كائناتها، والخيار الآن بيد البشرية.